صباح الخير، صباح معكم اليوم. ان شاء الله وراح ارجيكم شلون بساوي رز بحليب، او راح اعلمكم شلون بساوي انا رز بحليب. فمشان لانه في منهم طلبوها مني الحقيقة عدة مرات عشان اساوي رز بحليب، فاليوم قررت انه اساويه. على كلين مشان اساوي رز بحليب اخذت انا، حطيت هون لترين حليب، بدكم اياه كامل الدسم او بدكم اياه اقل دسم مثل ما بتحبوه. هدول الترين والله انا يعني خلطتهم شي بكامل الدسم وشي بدون دسم، يعني هاي ما مشكله على كل حال، يعني مثل ما بتحبوه. فالترين هدول بدهم كاسه صغيره رز، معلقتين ونص نشا، نشا ذره، 8 معالي سكر، هدول عبارة عن شي 160 170 شو اسمه غرام، يعني مشان تعرفوا. عندي أنا شجرة بردقان أخذت منها 3 ورقات، مشان لساتها صغيرة شجرة البردقان، ما عطتني ولا بردقان لحد الآن. لنشوفها بتطلع لها بردقان مع الوقت. وعود رفيق صغير اخذته، في عالم ما بتحبه، هون في عادة كتير بحطه برز بحليب الحقيقة، وبحب طعمته. عواد ما زهر بحط عود قرفة، بتحبوا ما زهر حطوا ما زهر مثل ما بتحبوا يعني انتو، بس يعني مشان المقادير تعرفوها. هلا بقى رح احط الحليب على النار لحتى يغلي اول شيء. هلا بعد ما غلى الحليب وطففناه وأمأمنا الدنيا، لفيت ظهري شوي طفي الحليب. والله لها 20 سنة ما صارت معي القصة. على كل حال قمنا ونظفنا الغاز، انتبهوا القصة، انتبهوا لها مشان ما تخلوا الحليب لحاله. بعد ما غلى هلا رح احط انا شو بقى، رح احط الرز بعد ما غسلته للرز. رح احطه وشوفوني رح استعمل معلقة خشب مشان علقوا كتير علي، مشان المعلقة العادية اللي بستعملها انه طقطقت له راسهم. بعض الناس، بعض الاصدقاء اللي بعتوا لي، فقلنا له خلاص ان شاء الله رح نستعمل معلقة الخشب. والله ما كتير انا العلم عن ابو القرف وعيشته مثل ما بيقولوا، قد ما لي غريبة عجيبة بشغلاتي. حتى المعلقة الخشب بحسها كأنه قلبها ما بينضف منيح، او فمشان هيك بستعمل المعلقه العاديه. بس اليوم قررت عشان ما تقطئ راس حدا، حطيت الرزات هلا وراح اخليهم هيك، كنت حركهم مشان الرز ما يجبل، تحركوه لبين ما يغلي شويه، يعني كل شويه تحركوه. وراح احط عود القرفة. انا بحطه لاخذ شوية طعمه وبقيبه، ما بخليه كل الوقت يعني مشان ما يطلع الطعمة تطلع قوية، بحب هيك شوية تطلع طعمة القرفة فيها. هلا في ناس ما بيحبوها مثل ما قلت لكم، يعني في شغلات ما ضروري كلاتنا نساوي نفس الشيء، يعني على كل حال الانسان ممكن يتعلم يعني طرق جديدة. لنشوف هلا هاي بلش يغلي مثل ما انتم شايفين. هلا بخليه لحتى يستوي الرز. في عالم بيطبخوا الرز وقبل ما يحطوه بيسلقوه قبل ما يحطوه، انا لا بحبه انا بقلب الحليب حطه، انت بخليه معلش يشرب من الحليب نفسه الرز يعني، وخليه يغلي. انا مشان الحليب كمان يعني يكون في دسم بخليه يغلي شويه، لو انه في منه كامل الدسم ما مو كامل الدسم، بس بالغلي بيعطي طعمه اكثر اظرف الحليب، فمشان هيك بخليه. شوفوا نهارنا مشرق اليوم وشمس ما شاء الله. طلعتكم على التراس عشان تشوفوا لي هالشمسات هذول الحلوين، وشوفوا الشوكيه هي اللي عندي مكبرها ما شاء الله كبيره، كبرت إلا من 93 عندي. هاي الجو عنا
مثلكم قلت شايفين، شوفوا هون الناس هون الجدود كثير بيعتنوا باولاد اولادهم، شغله مو طبيعيه، بيعيشوا مشانه وبيعتنوا كثير باهلهم. قد ايه في عنا نحن فكره غلط عن الاجانب يا جماعه، كثير كثير فكرتنا غلط. اي والله شايفين، بتشوف بعدين عم يتمشوا هون الناس الكبيره بالسن، بيطلعوا من الصبح بيتمشوا منيح على الصحه تبعهم. بس بالنسبه للناس الكبيره الحقيقه هون مدللين كثير، مو مثل ما بيفكروا عنا بالدول العربيه. وهي رح احط هلا ورقات، الورقات البردقان هذول من عندي كمان. طبعا عم حرك كل شوي، عم حرك. ومثل ما قلت لكم انا الحقيقه على الاجانب من ناحيه اهلهم، قد الواحد لازم يدير باله على اهله. اي والله كثير كثير الحقيقه. انا هون جمدت ويت شفت شو بيديروا بالهم على اهلهم، لو بيحطون مثل ما عنا بيقولوا مأوى عجزة، لا مو مأوى عجزة، دار المسنين هذا اسمه. بتعرفوا قديش هون بيقبضوا بدار المسنين؟ 2700 يورو بالشهر، بالشهر يعني بيحطوهم، لانه هن عم بيكونوا عم يشتغلوا ولهم معاش، بيكونوا الاهل لانه شاغلين بحياتهم لهم معاش. فاللي ما بيقدروا يكملوا الحكومه بتكمل لهم اياه يعني، وبيحطونه. بس كل يوم يعني انا شفت ناس كل يوم بتروح لعند اهلها يوميا مشان يعطون العشاء، ما يعطون الغداء، يعني ما بيتركون لاهلهم. كثير 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 انسانيين، كثير انسانيين الحقيقه. انا ما بقدر بعد قلت قديش اخذين احنا فكره غلط عن الاجانب وعن الاوروبيين خاصه، يعني قديش عندنا فكره غلط. يعني القلب من الله، قلب رقيق بشكل هالاجانب، يعني بس يعرفوا انه انا سوريه عوام، شو اخبار سوريا وشلونكم وشلون اهلك وشلون، يعني متلاقيهم. اكيد اللي عايشين برا، اللي عايشين برا شايفين هالحكي هذا نفسه، اللي عايشين بالسويد، اللي عايشين بالمانيا، بظن انه نفس القصه يعني. فيعني مو كل شيء بنسمعه بناخذه نحن عبره وخلص، هدول الاجانب هيك وعندهم ادب وعندهم احترام الاجانب مثل عنا ابدا بالضبط. يعني في عائلات وعائلات طبعا، مثل كمان عنا ببلادنا، مو كل العائلات مثل بعضها ومو كل العالم نفس الادب، في من كله يعني. بس بشكل عام العالم مؤدبه، بشكل العالم بتحترم، في احترام للانسان اللي احيانا ما له وجود الحقيقه، يعني للاسف ما له وجود عنا يعني. وهذا بيزعل عليه الانسان وبيحترق قلبه عليه انه يشوف القصص اللي موجوده عنا، ويصير وعايش برا بيصير يعني يشوف الفرق بين يعني بلد وبلد، بين ناس وناس. طبعا انا ما بلوم الناس اللي عنا، لانه كلها هي شو بيقولوا لها يعني سنين كلفت لحتى انه وصل الانسان محل ما وصل، يعني للحضاره اللي موجوده والشغلات هي. فنحن عنا ما في مجال عنا يعني، يا دوبك الواحد يلحق أكله مساكين لحنا ويركض، ما في يعني، ما عايش البني آدم عنا. فيعني الله أرجعنا بلاد تانية مشان نقدر نشوف الفرق. بس الواحد بلده رغم هيك كل القصص هي ما في أحلى من بلده، الإنسان مثل بلده ما في. مثل ما كنت شايفني بعد 37 سنه بضل فكر بسوريا وعم بعمل وعم بطبخ اكل سوري، ما في يعني. الانسان اللي بينقر اصله ما له اصل يا جماعه، وحاجتنا غلاظه يعني بكفي. هلا باخذ مشان ذوق الرزه وشوف اذا استوى الرز، مشان نحط السكر. باخذ رزه ظريفة يعني، ما ضروري تكون رايحة مسوية كتير يعني، مشان ما تكون رايحة نيفة، كلمة سورية بحتة هي. فهلا بحط السكر، أنا 7 معالق 8 معالق، هي على كيفه الواحد. بعدين شايفين هلا ها بعد ما استوى، هلا بحط السكر وبحرك.
حطينا هلا بحركهم هلا منيح لحتى يدوب السكر، وبتركهم يغلوا بقى كمان بالسكر. بحبه انا لانه يغلي منيح، لي ما متى ما استوى الرز اللي ما بده اياه يغلي كثير مشان ما ينشف الحليب، انا بحبه ينشف شوي الحليب. فاللي ما بده اياه ممكن متى ما قلب شويه بالسكر واخذته الحلو ودقته، اذا عجبكم بتخلوه مع علقته دلع بتزيدوه يعني. ف لا تاخذونا مثل ما بتعرفوه شيء بيندق الباب عليه الواحد وعم يسجل، اي طبيعي يعني باهلي محليه، هي بنت اختي منيح اللي هيك في من يزور الواحد، لانه هون عادات البلد هون برا، يعني الاصدقاء برا بشكل عام، في عندي اصدقاء بروح على بيتهم بيجوا لعندي، بس مو شغله مثل عنا بدول العربيه والله دقينا اهلا وسهلا، لا فيها موعد، وفي مثلا يوم السبت عندي غدا مع رفقاتي. بيجوا قال لنا مدري كم شهر عم نحكي بهالغدا يعني، لحتى وصلنا انه حنعمل الغدا، فيعني الله يخلي لي بنات اختي هذول بيزوروني ونطلع سوا ونفوت سوا يعني. ايه وابني قليل على طول، ابني الله يرضى عليه عم يشتغل يعني ويخلي لي اياه. هذول الاولاد جيبوهم وبده يجيبهم يعني وينساهم شوي ثانيه، ها مثل ما قلت اكيد في منهم عم يقول لي ايه والله معك حق، ما له فاضيين البنات، ما في منهم البنات، يقبروني البنات، البنات لاهلهم. الشباب الله ييسر لهم ما عندهم وقت، على طول مع رفقاتهم اشغالهم ما لهم نفس. البنت يعني تمنوا من الله يجيكم بنت، تمنوها تمنايها، ما في احلى من البنات، دخيل رب البنات. انا كثير بحب البنات والحمد لله اللي اجته لابني بنت. هو قال لي بدي صبي، قلت له ان شاء الله يجيك بنت يا ابني، الحمد لله اجته بنت يقبرني ربها، بتاخذ العائله خلي لي اياها. هلا حاجتنا رح نرجيكم هلا شو هي النشا، رح احط لهم شوية حليب، انا رح احط لهم شوية حليب حركهم مشان اسكبهم بقى شوي شوي. طولنا اليوم الحكيات عليكم، بس بحب ما بعرف بحب شارككم يعني الحقيقة بشغلات موجودة برا، شغلات يعني الواحد ما بيعرفها حلوة يعني، ما ضروري بس الواحد يطبخ يلا واحد اثنين ثلاثة، والله أنا ما بحب هاي الشغلة يعني. وبعدين في ناس كتير يعني قاعدين بحبوا يعني يسمعوا ويشوفوا شو طايب بالدنيا يعني. هلا ها هي الحليبات مع النشا، هلا بصب شوي شوي وبحركوش. هلا هيك صبيناهم سهله، ما فيها شيء غير حليبه. ودور على العوده القرفه وما كنت لاقيه يا جماعه. هلا انا بسكب، قلت لكم ما بدي طول فيه، بس انا بحب الطعمه ما مشكله، اللي ما بحب الطعمه معلش يجيب الكفكير ويدور عليه، انا والله ما حبيت، دورت دورت ما كانت طلع معي، قلت خليه شو عليه طعمه القرفه، بعدين المنيحه كثير مفيده القرفه يعني. فها شايفه هلا ببلش يتقل، ما بحبه انا حلو كثير الرز بحليب، ما بحبه، ما بينفع لي يكون حلو كثير، ما بينفع لي مشان بده يطلع الواحد بعدين يمشي ويركض، خليني معلش يعني نقلل الحليب، نقلل السكرات مشان ما نطلع نمشي كثير يعني، منيح المشي ما في منه هو. ولا برجيكم اياها بقى بس لحتى اسكبها، بخليها انا تغلي هلا شوي وبعدين بسكبها. هي خلصوا هلا، شوفوا سكبتهم، هن طلعوا خمس زبادي الحقيقه، بس اوامر اللي بحبه سخن اخذ زبديته وقال بدي اكله سخن. وشوفوا انا حطيتها، حطيت فيه هي، حطيت هون قرفه عليه مثل ما بيعملوا الاسمان بيحطوا لها قرفه هيك على وشها، فحطيت هي مشان تشوفوها، والعادي على الطريقه العربيه او السوريه مثل ما كنتم شايفينها. ان شاء الله صحتين وهنا، وبنشوفكم ان شاء الله بالاكله الجايه، يلا الله معكم، نستودعكم.
قالوا لي نحط لك لايك، قلت لهم يا ريت. قالوا لي حسني الأكلات أكتر من هيكي بكتير، قلت لهم بطلت ما عاد بدي شيء.